بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة خطيرة النهاردة صراحة، حلقتنا هنكلم فيها البناتيت، وعايزة بقى كل بنوتة وامها، يعني مش عايزة البنات لوحدها، يعني عايزة البنت وامها قاعدين يسمعوا النهاردة هنقول ايه. عنوان حلقتنا يخض شوية، بس يعني احنا محتاجين نتخض عشان نعرف نتصرف ازاي احنا كأمهات. وانت كبنت لو جالك حاجة من الأفكار دي تعملي ايه؟ المشكلة كالآتي: جايه بتعيط وبكاء هستيري، يا دكتوره انا ما بقتش بنت. الجمله تخض يعني في حد ذاتها، انا ما بقتش بنت وانا خلاص. طب بالراحه بدو، ايه اللي حصل؟ ما فيش، هو كده. طب حد يا بنت عمل لك حاجه؟ طب وقعتي؟ طب ما فيش، هو كده انا مش بنت وخلاص، وفكره مسيطره عليها. طب ايه السبب؟ ما بتقولش. ولما ابتدينا بقى نتكلم ونفهم منها ايه اللي حصل وايه الموضوع وكده، لقينا الموضوع كله محض اوهام. فطبعا طلع ان الموضوع ده عند فوبيا، عند شريحه لا باس بها من البنات، فوبيا بجد، ويعني واصله لمرحله ولا ومش عارفه ايه والحركه. طيب هو انا مش بنت طبعا، لا حاجتين، يعني هاخد طبعا الوضع الحقيقي وهاخد برضو الوضع الوهم، والوهم اللي انا هتكلم فيه في الجزء الاولاني هو فعلا البنات بتتوهم وبيبقى عندها فوبيا من المكان ده او من الشكل او التوصيف دوت، انت بنت ولا مش بنت، انت عذراء ولا بك، ولا حصل حاجه، ولا الكلام ده. ايه اللي يخلي عند البنت الوهم ده، وايه اللي يخليها عايشه حاله البكاء الهستيري اللي ما تقوليش لماما يا ستي والله ما في حاجه؟ طب تعالى هاجي معاك عند طبيب. طب ما هو لازم اهلك يكونوا موجودين. البنت مش مدركه هي بتبكي ومش مدركه هي بتقول ايه. ده بسبب ايه؟ النوع الموهوم بيبقى بسبب يا اما بقى اعراف، تمام، يا اما تربيه من الصغر وهي كذا وما تعمليش وما كذا وتلبسي كذا وتمشي كذا وتمشي. هو ده شيء مطلوب على فكره، يعني المطلوب انك انت تحافظي وانك انت ما تنطيش وان انت تحاسبي حتى من الرياضات اللي بتتلعب وكل الكلام ده، وده المفروض ان الام توصله، بس بشرط اما تيجي الام توصل حاجه زي كده، بصوا، توصل بطريقه ما فيهاش افوره، البادي لانجوج بتاعتها مش مخضوضه مش متنشنه ولا مفيش الكلام ده، هي بتوصل الحاجات ديت باتزان. ولما بنيجي نتكلم، فاكرين لما جينا اتكلمنا عن الحدوته الجنسيه للاطفال؟ ايوه، زي ما بقول لكم كده، رجعوا الحلقات دي. اما جينا نتكلم عن الموضوع ده قلنا ايه؟ قلنا ان احنا بنشرح صح عشان اثبت هويه، انت بنت، ما يجيش بعد 7 سنين لا استنى ما تعرفش ما تقولش انا بنت ولا ولد، لا عشان احافظ على هويه وسمت ونوع من الصغر، وفي نفس الوقت عينك دي اللي ببص بيها الحمد لله يا رب ان جاب لنا عينين، ينفع حد يحط حاجه جوه عينيا؟ لا لا، فاكرين الحدوته دي؟ وبنقول بنشرح على العرايس اللعبه ازاي ينظفوا ودنهم وما يحطوش البلي جوه الودن، وازاي المناخير، وايه استنشق ازاي واستنسر ازاي، كل الكلام ده المفروض ان هو باسمها التربيه الجنسيه الاسلاميه، ان انا طفلي او بنتي تاخد المعلومات مني صح. افضل حاجة، وقلنا ان دي عليها يمكن 50% من شرح الحدوتة الجنسية او التربية الجنسية للاطفال، ان يبقى عندك اتزان في البادي لانجوج بتاعتك، مش مكشرة ولا انت ولا كأنك مهيبرة ولا كأنك مكسوفة انك بتحكي حاجة، متزنة اتزان، وفي فرد للكتفين وانت بتتكلمي وعينك في عينها وبتتكلمي بنبرة صوت متزنة. عارفين الثبات الانفعالي؟ هو الثبات الانفعالي يعني. ليه؟ عشان بنت ما تتخضش لحاجة زي كده، وبعلمها الاداب اللي المفروض انها تتعمل، امتى هدومها النظيفة وامتى تغير وامتى تعمل، والامور اللي خاصة بفقه الطهارة، الامور اللي خاصة بيها سهل جدا. تيجي بقى الفوبيا بايه؟ اوعي حاجه مش كذا انا مش بنت. ليه اصل الشطاف؟ شطاف ايه يا بنتي؟ بس اللي يعمل الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلاها دي. وتحصل فوبيا 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 فوبيا، خطرها ايه؟ خطر الامر ده تيجي لنا بقى البنت بعد الزواج مش متجوزه، لا 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 في العرس. طب يا بنتي تعرفي واحد؟ طيب يعني في حد جاي مثلا نستناه اللي جاي ده ولا ايه؟ رافضه ليه؟ لا. ولما نقعد مع البنت فين نطقت بعد 6 شهور؟ لا اصل انا مش بنت وانا ما اقدرش افضح نفسي بيه. طب مين اللي جاب لك؟ حد عمل حاجه؟ طب تعرضتي طيب للتحرش؟ طب حد اذاكي؟ طب ما اتكلمي؟ لا ولا الكلام ده خالص. طب بس بتقول لك ايه؟ لا ما اصل الشطاف، اصل انا مره وانا نطيت على السلم فانا مش عارفه حسيت بايه فخلاص. هما مش فاهمين حبايبي.